السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية أخوتي، رمضان المبارك سعيد. جيت اليوم باش نوريكم واحد اللقطة اللي أقسم لكم بالله إلى داخل باش نفطر لهنايا، اللي نعرض عليها شي واحد وما رأت عيني. والله زعما اللهم اجعل بلدي بلدا آمنا آمنا، والناس اللي عطاها الله الفلوس أو اللي عطاها الله واحد شي من هاد جوج دريال تاع وسخ الدنيا كما تيقولوا، يحاول يحن على واحد آخر راه ما لقى ما ياكل. غادي ندخلوا نشوفوا، تشوف الناس في المغرب يا اخي كي الفلوس في الماكله ديال نعمه الله، كي الناس تيحاولوا باش وكان، ولكن الحمد لله ان مازال كاين حتى الطواليط. نيت اللي بغيت نقول لكم في الاخر شنو هاد الشيء كاع، الواحد انه يجي باش يدخل ياكل ب 8000 ريال لواحد، 10000 ريال لواحد، باش انك تفطر. وكاين واحد مسكين اللي 10000 ريال تقدر انها توكل شعب. غادي نشوفوا الناس كي عايشه يا ولد الشعب باش تعرف بان احنا فين وهما فين. هنا يا اخي كيبان الفرق كبير، حدو احنا فين وهما فين. تصور يا حبيبي ان هاد الماكلة حيت تشيط كتلاح في المزابل، ما كتمشيش ولو حتى في شي مركز ديال وكاين في المغرب المنسي اللي ما لقاش باش يهرس فطورو، ما لقاش باش يهرس حتى الفطور. لا اله الا الله وحسبي الله. فين هما؟ سيمو فين هما؟ أنت أخي خشت نتهنوا بيناتنا، عوض ما الواحد يجي ويخسر 50000 فرنك عباد الله، 40000 فرنك الواحد، وبواحد الطريقة كي تيتعاملوا معاك 100000 فرنك. كاين عائلة دابا اللي دخلت بربعة 200000 فرنك، 200 زيد الحمار. شوف ومازال هاد الشيء غير كل داخل، ماشي غير هنا يا سيدي. علاش كل خمسة من هنا اللي راه تيفطروا ب 500000 فرانك ب 400000 فرانك كون يمشيوا لشي بلاصة ويشوفوا كاين الناس اللي مساكن والله اللحم ما لقاوش. ولكن انا اللي عجبني مزيان هنا هما دايرين حتى البال، البال حتى هو راه داير يدور. العلف ديالنا حنا خلاص زادو ياك. مازال ما شتي والو يا ولد الشعب. الناس ايه وك في اوروبا كاين بحال هكا، ماشي ما كاينش، ولكن ماشي انك كتعز وتعمر الطبلة تعمر الطبلة. واش مازال صحاب الشومة وصلناهم؟ والدلة مازال اخويا؟ لا مازال، مازال بحال مازال نسمع من الداخل. الله يحفظكم خويا مصطفى. لا غادي ندخل الداخل عاد نبدا في الشوايه. عاد با مصطفى حل واحد المشكل بعدا. قال لي يا ولدي. إذن إخواني اللي بقى فيا هو دابا اللي حيت سولت وراء الستار قال لي بين هاد 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 كاع هادشي اللي تيشيط في الماكلة تيتلاح، علاش ما نهزوش ونعطيوه الواحد كلا صافي سالاد
اعطاه الله فين انه يبر يحيد هذا الكبت الدنيوي كاع ديال اش من صيام هذا والواحد تيصوم ب 300,000 فرنك هو وثلاثة ديال الدراري. كاين البلاصة اخواني ديال 50,000 فرنك الواحد، راه مازال ما مشيت نهز انا كاع راه الشخوة وما مازال ما هز خوكم حقو كاع. فين ياس فين الدراري؟ فين هما الدراري؟ فين هما؟ هز واحد ليا. فين ياسر؟ إذن ربما وصلت الرسالة. علاش هذا؟ علاش الواحد أن يحاول حتى الماكلة بدات تلاح؟ فهاد الآخر تيتلاح كل شيء، واش يقدر الواحد ياكل هاد الشيء كامل؟ راه ماش يقدر. ما غاديش يقدر ياكل هاد الشيء كامل، ولكن إخواني في هاد النهار الكبير عند الله عود ما نجي نخسر أنا 200,000 فرنك باش أنني نحس براسي راني عايش، لا، حس بالآخر اللي راه ماكلاش. تحية خوكم حميد العقاوي وراتي ودن والسكات حسن. لا بابا زيدي ولا مازال؟ با ياسر مازال تلف هو مازال هز هذه خاوية سير له مازال هز خاوي اسير خلي باباك ما بغاش يفطر انت سير تفطر. السلام عليكم شريف هو هذاك ياك؟ واحد دابا بعدا لا عشان نحط هذا اييه هذاك تبارك الله عليك الله يحفظك الله يحفظك ها هما مرحبا بكم الشرفة، غادي تشربوا أتاي، مرحبا. الله يحفظك، تبارك الله عليك. إذا إخواني ما أي حاجة حليتي عليها فمك كتلقاها، ولكن باش تدخل ب 40,000 فرنك 50,000 فرنك الواحد حشومة، أنا بانت لي زعما شي شوية ناقصة واحد شي شوية. كاين الناس اللي والله ما فطروا يا إخواني، وشلنا بأن درنا حلقات ديال الفطور مع ولاد الشعب. أنا لازم تؤكد بأن الفطور اللي درت مع هادوك الناس مساكن مول الضيطا والسرور ديال خريبكا أشرف من هذا الفطور اللي تنفطر اليوم، لأن جيت غير باش نوصل لكم الرسالة. كاين اللي عايش وكاين اللي غير عايش، هذه الحقيقة. تحية خوكم حميد العقاوي السكات حسن.